أنا وخطيبي كنا مرتبطين قبل الخطوبة وسبنا بعض قبل ما نتخطب فترة ورجعنا تاني في الفترة اللي سبنا بعض فيها. كان كل تركيزه في الشغل وكان بيشتغل كتير قوي ما شاء الله. فلما رجعنا وشغله كان كويس تقدم لي. بعد ما تقدم لي واتخطبنا بعدها الدنيا في الشغل ما كانتش أحسن حاجة، بس قلت عادي شوية والدنيا هتتظبط من جديد بإذن الله. حتى مامته قالت لي هو كان كل ما يشتغل وكان كل وقته بيشتغل وتعب جدا، معرفش ماله بعد ما خطب ما بقاش بيشتغل ليه. خدوا بالكم من الجملة دي، حسيت كده اني وشي وحش عليه. المهم انا وهو سيبنا بعض تاني بعد ما اتخطبنا وهو ركز في شغله بس وكان بيشتغل برضو حلو. انا وهو لسه راجعين لبعض تاني بعد كده من شهر، وبعد ما رجعنا الدنيا كانت حلوة. بعدها دلوقتي الشغل برضو قل وما بقاش يعني بقى مش رايق دايما لانه بيحب يشتغل ومش بيحب يقعد فاضي. وبجد انا مخنوقة جدا وحاسة بالذنب قوي لان وشي وحش عليه. هو فعلا في حاجة اسمها وش وحش عليه، وانا هل انا السبب ولا ايه؟ لاني بجد تعبت من التفكير وحاسة ان مامته قالت له كده وانا بكلمه في التليفون مش متأكدة، ما سمعتش كويس وخايفة يكون كمان يعني هو حاطط دماغه وكده. وسألته بعدها هل انا وشي وحش عليك؟ قال لي لا يا حبيبتي بالعكس، والله انا بدعي له طول الوقت ومخنوقة ومش عارفة اتصرف ازاي وخايفة يقتنع بالموضوع ده فعلا انها يعني وشها وحش عليه. عايزة اقولك على حاجة، حكاية الاقدام وحكاية الوش وحش والوش حلو يعني ممكن يكون فيها جانب حلو، بس خلي بالك احنا اللي بنحط في مخنا وفي عقلنا كده، احنا بنتأثر بالطاقة اللي احنا بنحط فيها نفسنا. يعني لو فضلتي حاسة بنفسك وشك وحش عليه، او هو فضل او مامته فضلت تحط في راسه حكاية هي وشها وحش عليك، هيبقى فعلا وشك وحش عليه. احنا اللي بنبث الطاقة في كل حاجة بنعملها، بنحطها في دماغنا وبنتصرف على أساسها، والكون بيرد لنا الاعتقاد. يعني الاعتقاد ده في أفعال بقى أو في نتائج. خلينا نقول يا ريت انت هو تتكلموا مع بعض وشوفي كده، هو لما بيبقى معاكي ما بيبقاش مركز في شغله؟ هل هو مثلا السكينة بتسرقه؟ بيبقى عايز يخرج معاكي طول الوقت، عايز يكلمك طول الوقت، ما بيبقاش في وقت متاح لشغله زي الأول؟ وهو لوحده بنبقى عارفين طبعا أي راجل بيبقى يعني في الموقف ده بيبقى كل تركيزه في الشغل. حاولي كده انك انت تتكلمي معاه وتفتحوا في المواضيع، وانكم تقنعوا بعض ان الكلام ده كلام مش حقيقي، وتحطوا في دماغكم ان اللي بيحصل معاكم ده بأثر نفسي، سواء والدته هي اللي بتحطه في دماغكم او انتوا بتحطوه في دماغ بعض. وجربوا، ولو لقيتي انك انت يعني متأثرة بكده حاولي انك انت مش تبعدي ولا تسيبيه، لا انك انت تتيحي ليه فرصة أطول إن هو يشتغل مدة أطول. وده على فكرة هيسيب له برضو فرصة، مش مسافة أقصدها، لكن فرصة إنه يشتغل. ساعديه على وجود المساحة دي، ساعديه على وجود الوقت للشغل، بالعكس ساعديه كمان في شغله. مش إن أنت تتدخلي في الشغل، لا إنك أنت تقولي له اقتراحات، إن أنت مثلا تفضي له النهاردة أنا في الحتة الفلانية طول الوقت، يلا أنت ركز بقى النهاردة في الشغل. وخلي بالك ان احنا بنزرع في نفسنا المعتقدات دي وبنعيش واحنا حاطينها في دماغنا، فالطاقة اللي جاية لنا بتثبت لنا اي حاجة احنا بنفكر فيها. ارجو انك انت تكوني فهمتي رسالتي، ان انت تبعدي الطاقة دي عنكم وهو كمان يحاول يبعدها. وفهمي مامته، اقعدوا مع بعض واتكلموا، انت فاكرة يا طنط ان احنا مثلا كذا، لا انا حاسب له وقت يشتغل اكتر، لا احنا مش هنخرج الاسبوع ده في الويك اند كتير، ركز في الشغل انت محتاج الوقت، وهكذا. يعني يا رب يكون كلامي صح والله أعلى وأعلم. طيب.